ودلوقتي هننتقل لخبر تاني، هنروح لحكاية غريبة قوي وهي أن السلطات في كوريا الجنوبية بتحقق في واقعة انتحار ريبوت. أيوة زي ما بقول لكم كده أن هو انتحر. أنا فرحانة قوي أن هو انتحر بصراحة، رمى نفسه من فوق السلم لأنه ما قدرش يتحمل ساعات العمل الطويلة. أنا فرحانة عشان هو كان بيتحدى الإنسان، وأنا بالنسبة لي الإنسان اقوى مخلوقات ربنا يعني، طبعا مفيش حاجه هتقارنه يعني. تخيلي الروبوت ده دينا طورته شركه امريكيه، وكان بيساعد سكان مدينه جامي في الاعمال الاداريه، وشهود العيان بيقولوا انهم شافوه قبل ما يرمي نفسه من على السلم بيلف حوالين نفسه. يعني الروبوت مش متزن، الروبوت لف حوالين نفسه، تراه له على ثباتي انا ليه؟ يعني ده روبوت ما عندوش مشاعر، ما عندوش احساس. الراجل ايه، الروبوت لف حوالين نفسه ورمى نفسه من فوق السلم عشان عدد ساعات العمل عليه كانت طويله. يعني كان بيشتغل من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 6، اعتقد احنا بنشتغل اكتر من كده. المهم تخيلي ان الروبوت ده ما قدرش يتحمل الشغل الكتير لفترات طويله، امال الانسان يعمل ايه؟ بس انا فرحانه ان هو انتحر بجد. انا بحاول، انا اصل طاقه ايجابيه حاله يقارن دي طاقه سلبيه بقى. لا شفت لسه بعض المهن اللي ريبوت هيعملها هي طبعا بيتحدى الانسان، فده بالنسبه لي حاجه انا مش محفزاها يعني، لان هو في الاول في الاخر مش انسان يعني. فهو انتحر يعني ينتحر ما فيش مشكله يعني، لان قوه الانسان اقوى بكتير طبعا يعني. اهو ده كلام ايجابي يعني. هو الكلام ابتدى بطاقه سلبيه، انك مبسوط ان هو انتحر، ولكن انتهى بحكمه وان الانسان اقوى بكتير. فانا بحييك يا دي، وانا بحييك يا سلمى. فيا جماعه احنا اقوى من اي شيء، واحنا لازم ندي بعض طاقه ايجابيه، وزي ما دينا قالت كده ايه، مفيش روبوت نساعد بعض، نسند بعض، هيهددنا في الحياه، ذوقي معايا اليوم. ايوه يعني بالظبط كده، عشان احنا وخلقنا الانسان في كبد، فدي سنه الحياه. هنعمل يعني نكتئب بقى ونعيط، ولا نزق مع بعضينا ونسند بعضينا؟ لا نزق مع بعض، لان ربنا بيدينا قوه التحمل دايما على اي ظروف بنعدي بيها، وده لازم يكون ايماننا قوي دايما.